لكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. أصحاب السعادة، أيها الحضور المسؤول، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أميرنا المحبوب، ماذا أقول وها هي ابتسامتك تنير المكان لتكون عونا بإذن الله للمساهمة في دعم الاحتياجات التنموية بالمنطقة الشرقية وخارجها، وخارطة طريق تحسن من نوعية الأداء التي تخدم الإنسان والمكان. يتساعدون، يتكاملون، هم خيرين بالفطرة، يرددون من تجاربهم جمل ترسم لنا وجه الحياة بذاك الزمان، تمثل فضاء رحبا لتطبيق مفهوم المواطنة المسؤولة، وأن الوطن الذي ننشده لا يتكامل إلا بتكامل أدوارنا.